مش هنخدم وقتكم، ولكن الضيفه مع وزاره الاقتصاد بيقول لك احنا لا لازم نقدم لي القيمه، نعطيه قيمه تاعتها. الفكره 75% يعني من قيمه العمليه. قلت له شكرا الله يحبس ويخش المضاربات ويقول لك انا والله شنو الكواليتي فيها نعيد الخدمات بتاعها مريضه يعني الكفاءه بتاعها والحسن شنو هو اللي بيخدم فيه. اليوم الحمد لله كان اجتماع عادي للجمعية العمومية لاتحاد المصحات الليبي، وتم فيه نقاش أغلب البنود، وكان فيه تجاوب كبير جدا من أعضاء الاتحاد والمصحات، وكل نقش التعثر وشن دور اتحاد المصحات في رسم استراتيجية الصحة في ليبيا. ونتمنى التجاوب من الدولة لما تتبلور، وناقشنا الحاجات اللي هي تخص الاتحاد وميزانية الاتحاد والمشاكل اللي تعاني منها بعض المصحات، وخاصة الديون لدى شركات التأمين ولدى وزارة الصحة، وإن شاء الله الكل يتكاتف ونصل إلى أفضل خدمات صحية تقدم للمواطن الليبي، لأنه يعاني الكثير في مجال الصحة بالذات. ما يسموش رغم الأراضي قد والاتحاد يسمع. هذه فترة مجلس الإدارة 11 يسرها يسرها. الاتحاد مجلس الإدارة الآن عندنا يجمع الجميع في أي وقت ويسر لكل الإدارة. الطبيب وصلنا إلى درنا تسعيرة، والتسعيرة عند وزير الاقتصاد ووافق عليه وزير الاقتصاد، ولكن للأسف لم تنشر التسعيرة. هي تسعيرة بتكون استرشادية بحيث أن نسترشد بها لكل المواطنين. وإحنا وضعنا برنامج ثاني، وبرنامج للصحة أو التأمين الصحي، واللي هو تقرب من 2010 ولحد الآن قاعد تطور الأدراج ولم يفعل. ومشينا لموضوع اللي هي الكو بيمنت أو مشاركة المواطن في تقدير نفقات العلاج. فالتأمين الصحي هو الهدف اللي الكل يسعى ليه، وإن شاء الله كل المواطنين يبدو مغطين بشكل كامل، تأمين كامل صحي ويتعالج في بلادهم، وإحنا اللي نجيب الزوار من يعالج مرضانا في ليبيا. دكتور مدرس قانوني رئيس الجمعية العمومية للاتحاد، تصويت على دكتور مدرس قانوني. حتى مع متقدمين الخدمة وخاصة الباس الإجهادي موضوع بلد كان صحتي ما يجي مشكلة في هاي الموازنة ما تجي سواء في المصحة الفلانية والمصحة الإعلامية، بالطريقة هذه بتخلصوا.